أقامت مجموعة كشافتي ومرشداتي مطرانية الروم الملكي للكاثوليك في مقرها بأم السماق محاضرة توعوية حول فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه. وقدم المحاضر الدكتور بشار بقاعين استشاري أمراض الباطنية بوزارة الصحة بحضور النائب الأسقفي الأب بسام شحتيت والقائد العام للمجموعة طارق مسلم، بالإضافة إلى ممثلي الفعاليات الشبابية بالكنيسة والرعية وأفراد المجموعة. شرح خلالها الدكتور بقاعين أسباب هذا المرض وكيفية التعامل معه وطرق الوقاية منه، مشدداً على ضرورة مواجهته باستخدام الوسائل الوقائية وعزل المصابين بأماكن خاصة ولفترة حضانة تصل إلى أسبوعين، مع مراعاة عدم الاقتراب من المصابين وملامستهم. نشكر سيدنا والآباء والكشافي اللي تحدث عن موضوع الكورونا فيروس اللي هو مشكلة العصر الحالية، خاصة في المناطق المحيطة بالأردن كلها مصابة بموضوع الكورونا، فحاولنا نعطي فكرة موجزة عن الكورونا، كيف نقي أنفسنا من الكورونا، كيف نتعامل مع حالات الكورونا. بس نبذي هيك، الكورونا هو أحد الفيروسات اللي ظهرت من فترات طويلة، من الستينات للثمانينات إلى 2003، إلى أن ظهر أخيرا في الصين في مدينة ووهان بشكل واسع جدا وأصاب أعداد كبيرة من الناس، والصين أخذت حذرها من هذا الأمر. منظمة الصحة العالمية أعلنت تقريبا بشهر واحد أنه هذا وباء قد يكون عالمي، لذلك يجب التعامل معه بشكل حذر وجدي. نحكي عنه الفيروس هذا، هو طرق انتقال الرئيسية هي عن طرق الرذاذ والرشح والبلغم، ملامسة أي شيء للشخص المصاب، الأسطح المصابة، ملامسة العين أو الأنف أو الفم، هذا كمان قد ينقل المرض من شخص مصاب إلى شخص آخر. استخدام أدوات الشخص المصاب مهما تكون كلها هاي كمان لها علاقة بنقل المرض من الشخص المصاب إلى الشخص الغير مصاب. بنركز إحنا على الوقاية، الوقاية من المرض هي الشيء الأساسي. الوقاية هي التعامل مع الشخص المصاب، خلي الجهات الطبية المسؤولة عندهم الأجهزة أو القناع الواقي والملابس الواقية. اثنين، إحنا كأناس عاديين غسل الإيدين هو رقم واحد بالماء والصابون أو الكحول أو مواد التنظيف المتعارف عليها بفترة طويلة، نغسل الإيدين بطريقة سليمة جدا جدا جدا. عدم التعامل مع الشخص المصاب بدون أن نكون لابسين كفوف أو أشياء واقية لهذا المرض. عزل الشخص المصاب في مكان بالمستشفى أو في البيت إذا ممكن بغرفة لحاله لمدة على الأقل لا تقل عن 14 يوم، وهي فترة حضانة المرض. هاي الأشياء اللي احنا بنركز عليها. علاج فعال لغاية الآن ما فيه، لقاح فعال لغاية الآن ما فيه. بنأمل إنه العلماء والناس بيشتغلوا إن شاء الله يتوصلوا لعلاج إلى لقاح ضد هذا المرض، والله يحمي الجميع من هذا المرض يا سيدي إن شاء الله. احنا اليوم بدورنا ككشاف بمؤمن برسالته من ناحية الوطنية من ناحية الدينية. من ناحية الوطنية إنه إحنا شايفين في هلا فيروس عم بيعم بالدول اللي حوالينا، ممكن يكون قريب لإلنا بأي وقت من الأوقات، فحبينا نوعي شباب وأهالي رعيتنا، وأي رعية بحبت تيجي أهلا وسهلا، وأي مواطن بحب يجي أهلا وسهلا. إحنا استقبلنا اليوم في مقر مجموعتنا دكتور بشار بقاعين، هو الدكتور المسؤول عن أمراض الفيروس بوزارة الصحة الأردنية، ووضح أسباب هذا الفيروس ووضح الوقاية منه وكيف نقدر إحنا يكون عندنا نوعا ما من العلاج لهذا الفيروس. ونشكر الدكتور ونشكر الرعية تاعتنا ونشكر قناة نورسات على دائما وجودها معنا ونقل هذه الأحداث معنا.